الميدانية لوزير الصحة مختار حزبلاوي قادته إلى ولاية بشار، قام الوزير بزيارة لعدة مستشفيات على غرار مستشفى صداقة الجزائر كوبا المختص في طب العيون ومستشفى 240 سرير للوقوف على النقائص الموجودة على مستوى العتاد الطبي، كما زار دائرة القناتسة لتدشين مصلحة تصفية الدم والتي تحتوي على 4 أجهزة لتصفية الدم. مهدي بوشتا رصد التالي. Avec un taux financier qui est atteint de 52%.